حلو يعني الواحد لو ما عندوش شغل ما عمره ما يتأخر على حاجة إنسانية وحاجة تفرح الناس ولو لساعات بسيطة. بس أنا عشان صورت في سجن النساء طبعا وعرفت حالات كتير ويمكن عشت الشخصية وتعرفت على الناس حقيقيين، فالموضوع بالنسبة لي يمكن مهتمة بيه أكتر، مش مجرد إن أنا جاية احتفالية وخلاص، لا يعني بيبقى متخيلة يعني كل واحدة موجودة إيه المصيبة اللي عندها، فقاعدة مع ابنها أو بنتها الصغيرين عشان يحضروا حفلة، بالنسبة لهم يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي بتحصل في السنة بتفرحهم. اتشرفت بأن أنا تلقيت دعوة من وزارة الداخلية بأني أشارك الأمهات السجينات فرحة عيد الأم، وأنا اتشرفت جدا وبشكر وزارة الداخلية الحقيقة لاهتمامها الرحيم بالسجينات في يوم زي ده. ومش عايز أقول لحضرتك الفرحة قد إيه وأنا شايفة كل سجينة بتحضن ابنها أو بنتها. بنشكر وزارة الداخلية على هذا التعامل الطيب الرحيم، ودي رسالة من وزارة الداخلية للسجينات إن إحنا قابلينكم في المجتمع وإنتي غلطتي فبتاخدي عقابك، ونتمنى إن إنتي تطلعي من هنا مؤهلة إن شاء الله إنك تنخرطي ثاني في المجتمع، ويا رب يفك كربهم كلهم. حفلة جميلة بصراحة، وأنا سعدت جدا باللي أنا شفته ده، وبجد بشكر كل القائمين على اليوم ده وعلى الحفل الكريم، وعاملين تنظيم حلو بصراحة يعني تشكر عليه وزارة الداخلية، من سيادة الوزير مجدي بيه عبد الغفار لسيادة رئيس مصلحة السجون مصطفى بيه، يعني في الحقيقة وكل الضباط وكل رائد وكل مقدم وكل ضابط وكل عسكري أنا بشكرهم وبقول لهم شكرا ليك وعلى اهتمامكم، وشكرا على انكم بتقدموا يد العون للسجينات، وربنا يديم عليكم الصحه والعافيه ويديم الخير على مصر. انا جاي اشارك الناس المساجين دي في عيد الام، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين طبعا، واغني لهم عشان افرحهم، وبعدين ده مش هنا بس، انا بروح السجون كلها انا اغني الحاجات بتاعتي، هم بيحبوها، هم طالبيني بالاسم على فكره. بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ورب ما ترجعوا هنا تاني، ربنا يطلعهم بالسلامة. وبشكر الناس اللي جابوني هنا عشان أحيي الناس دي.